السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنخش في السكشن الثالث من الدرس السابع اللي هو كنترول فلو ستيتمنت. في السكشن دوت هنشرح الوايل والدو وايل ستيتمنت. الوايل هي بالظبط الدو وايل ستيتمنت، وهنتكلم عن الفرق دلوقتي. ولكن الوايل عموما هي عبارة عن انك بتخلي بلوك اوف كود بيرن على كونديشن معين. يعني ايه؟ يعني لو الكونديشن دوت لسه ترو بترن نفس البلوك اوف كود. اول ما تخش في الوايل هو بيبقى بتربط البلوك اوف كود دوت اللوب بتاعته او الخروج من البلوك اوف كود دهوت على حسب الكونديشن ده. يعني بلوك اوف كود معين بتنفذه، بعد كده بتشوف الكونديشن. لو الكونديشن لسه ترو بتعمل بلوك اوف كود تاني وتروح تشوف تتشيك الكونديشن. لو لسه ترو برضو يعمل بلوك اوف كود تاني، فبيعمل بيخرج بره البلوك اوف كود دهوت لما الكونديشن يتغير او لما تستخدم البرانشنج ستيتمنت اللي احنا هنتكلم عليها في الاخر ان شاء الله. تمام، فدي الفكره كلها في الوايل والدو وايل. اما الفرق ما بين الوايل والدو وايل، ان الدو وايل الكونديشن بتاعها بيكون تحت، فانت على الاقل خالص الدو وايل بترن مره واحده بس، حتى لو كونديشن فولس، حتى لو الكونديشن دهوت بيخليك تخرج بره البلوك اوف كود، الدو وايل على الاقل بترن البلوك اوف كود مره واحده بس، على عكس الوايل لو كونديشن فولس بتخرج بره الوايل على طول، ما بتنفذ اي كود داخل البلوك اوف كود. تمام، تعال نجربها كود احسن بحيث الموضوع يبقى اسهل بالنسبه للناس. نعمل بروجكت جديد جافا ابلكيشن ونسميه while demo. تمام، نشيل الكومنت، نكتب while demo. تمام، نساين مثلا int x بتساوي 0، والسنتكس بتاع ال while بيكون بالشكل ده: int while مثلا x اقل من 5. تمام، نكتب system، خليه مثلا يطبع system dot out dot print. تمام، line. تمام، من double quotation current x بتساوي زائد x. تمام، ونزود نقطة ال x plus plus البوليتو ده خدناه قبل كده. تمام، فكل الفكرة ان هو هيشوف لو ال x اقل من 5 هيطبع ال x وهيزود ال x بواحد، بعد كده يلف يشوف ال x اقل من 5 ولا لا. تمام، فلو تعالى نجرب كده رن على طول هنلاقيه يقول لك current x بتساوي 0 1 2 3 4 ويف. ليه؟ لان اول حاجه x بتساوي 0 راح لا x اقل من 5 في الكونديشن ده صحيح، فدخل جوه ال y طبع ال x، بعد كده اهوت زود ال x بواحد وراح تاني عمل تشيك للكونديشن لا x اقل x كام دلوقتي بواحد، فلا x اقل من 5 اللي هي 1 اقل من 5، طبع ال current x اللي هي بواحد وزودها بايه؟ بواحد، وهكذا لحد ما بقت x بتساوي 4 وطبع الاكس وزودها بواحد فبقت بتساوي 5، فاكس مش اقل من 5 فخرج بره الواي، فطبع كارنت اكس بتساوي 0 1 2 3 4. تمام، ده الوايل ببساطه شديده جدا. ممكن الكونديشن ده برضو يكون كومبلكس كونديشن زي ما شرحنا في الاف في السكشن اللي فات. تمام، ولكن كل الخلاصه في الاخر ان هو بيشوف بيعمل تشيك للكونديشن ده كل ما بيخلص الران للكود بتاعه. تعالوا نعمل نفس الكونديشن ده ولكن في الدو وايل. تمام، هي نفس الفكره، هتعمل دو تمام بين دبل كوتيشن، بس هتطبع الكلام ده الاول. تمام، تطبع الكلام ده الاول، بعد كده اهوت هتعمل ايه؟ هتقفل الكونديشن اهوت وتكتب الواي. تمام، وتحط فيها كونديشن اللي هو اكس اقل من 5. تمام، تعالوا مثلا نخلي الدهية كلها كومنت بحيث إننا نطبع الحاجة الخاصة بإيه؟ بالجزء بتاعنا بس. تمام، فكده دو وايل بس، إكس بتساوي صفر، هيعمل دو وهيكمل بقية الكونديشن ده هوت، وفي نوت دبل كوتيشن، في نوت قصدي سيمي كولون. تمام، تعالوا نطبع كده ونشوف هيطبع إيه؟ هيطبع 0 1 2 3 4، هي بالظبط. ليه؟ لأن هو إن هو طبع اكس بتساوي 0، بعد كده تزود الاكس بواحد وجرب الوايل. تمام، لكن الفرق بين هنا وبين هنا ان مثلا لو اكس اكبر من 5، تمام، الكونديشن اهوت مش هيطبع اصلا. تعالوا نجرب ونشوف، نجرب مثلا في الدو وايل هيطبعها على الاقل اكس بتساوي 0. ليه كارد اكس بتساوي 0؟ ليه؟ مع ان الكونديشن اهوت مش متحقق، الكونديشن اهوت فولس وهيخرج بره الوايل، ولكن انا قلت له نفذ بعد كده اعمل تشيك، ولكن اهوت بيعمل تشيك الاول بعد كده بينفذ. تعال مثلا نخلي دي هي الكومنت
ونجرب الوايل هتعمل ايه فيها. خلي دي هي الكومنت، تمام، ونجرب فوق كده في الوايل ونشوف الوايل هتعمل ايه لو كان الكونديشن دهوت اكبر منه. تمام، مش هيبقى حاجة اصلا لان الكونديشن اكبر، فخرج بره الوايل نفسها، ولا زود ولا نقص ولا عمل حاجة ولا طبع حاجة خالص. ليه؟ لان الكونديشن مش متحقق. تمام، فهي دي الوايل والدو وايل، نشيلها مثلا عشان خاطر الناس تبقى واضح معاها الكود كله. تمام، فهي دي ببساطة الوايل والدو وايل. اتمنى الناس تكون فهمت الموضوع ببساطة جدا، واي اسئلة طبعا في اي حاجة تخص الدرس انا موجود على السوشيال ميديا. ان شاء الله نكمل في السكشن اللي بعده اللي هو اظن الفور ستيتمنت. ان شاء الله نكمل في السكشن في الفيديو اللي جاي ان شاء الله الفور ستيتمنت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.